أهلا بكل اللي بيتابعوا تلفزيون اليوم السابع. قرية أبو خزام في إنا على صفيح ساخن. امبارح للأسف حصلت واقعة مؤسفة في محافظة إنا، اتقتل 10 أشخاص واتصاب 7 آخرين. السبب اشتباكات بين عائلتين بقرية أبو خزام التابعة لمركز نجع حمادي، وده شمال محافظة إنا. طبعا قوات الأمن تدخلت على الفور وتم فرض كردونا أمنيا بمحيط الاشتباكات بالقرية لمنع التجديد وتحديد هوية المتورطين للقبض عليهم. تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى إنا الجامعي ونجع حمادي العام، وانتقلت قوات أمنية لمقر الواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الزميل صابر سعيد مراسل تلفزيون يوم السابع في إنا. خلينا نعرف منه إيه اللي حصل وكواليس الاشتباكات دي إيه سبب الاشتباكات دي. أهلا بيك يا صابر، منورني في تلفزيون يوم السابع. أهلا زميلتي العزيزة وبكل متابعي ومشاهدي تلفزيون اليوم السابع. أهلا بيك. خليني أسألك في البداية كده، إيه اللي حصل بالضبط يا صابر في هذه الواقعة المؤسفة اللي حصلت في محافظة إنا؟ طبعا هي يعني البداية جاءت عندما تجددت خصومة بين عائلتين، وبالتحديد في قرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا. الخصومة أسفرت عن مصرع شخص يعني صباح أمس، مما دفع العائلة الأخرى إلى يعني الصهر من ذلك الشخص الذي لقي مصرعه صباح أمس، وخرجت إلى مدخل القرية، وصادف يعني تواجدها في مدخل القرية هضوم ميكروباص قادم من مركز نجع حمادي. يعني ظن أفراد العائلة أن هذا الميكروباص يحمل العديد من أفراد العائلة الأخرى، وأطلقوا على الميكروباص وابل من الأعيرة النارية. للأسف الحادث أسفر عن مصرع يعني 10 أشخاص وإصابة 7 أشخاص آخرين. تم نقل هؤلاء الأشخاص إلى مستشفى نجع حمادي وكذلك مستشفى قنا الجامعي. 10 جثث يعني تم نقلهم وتوزيعهم ما بين المستشفيين، مستشفى نجع حمادي ومستشفى قنا الجامعي، والسبع مصابين يتلقون العلاج وما زالوا يتلقون العلاج إلى هذه اللحظة. يعني القوات الأمنية أيضا فرضت كردون أمني كبير وبشكل موسع في محيط الاشتباكات بقرية أبو حزام التابع لمركز نجع حمادي يعني شمالي محافظة قنا، وذلك لمنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى بين العائلتين. طبعا. طيب خليني أسألك، هل كان في سابق عداوة بين العائلتين ولا ده حصل فجأة؟ هو يعني من المعروف أن يعني قرية أبو حزام يطلق عليها إعلاميا قرية الدم والنار، يوجد يعني العديد من الخصومات السعرية في القرية، وكان هناك يعني خصومة سابقة واشتباكات سابقة، ولكن يعني اشتباك اليوم وقع يعني اشتباك الأمس وقع نتيجة يعني مشاحنات بين العائلتين. راح ضحيتها كما ذكرت شخص في الصباح، وأرادت العائلة الأخرى أن ترد على يعني العائلة التي يعني أسقطت هذا القتيل، ويعني أسفر صحيح؟ أسفر الحادث عن يعني مقتل 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين. يعني أعمار الضحايا يعني تراوحت ما بين 8 أعوام إلى 65 عاما، وهذا يوضح أن الميكروباص كان يقل أطفال وكذلك نساء وكبار السن. ومن المعروف يعني في عادات الصهر أن الصهر لا يؤخذ من أطفال ولا نساء ولا كبار السن، ولكن هذه الواقعة كانت مخالفة تماما. يعني ربنا يرحمهم جميعا، وان شاء الله السبع المصابين يعني ربنا يقومهم على خير. ولكن خليني اسالك عن الوضع عندك هناك دلوقتي، شكله ايه؟ وصف لنا المشهد. يعني منذ الامس سيطرت القوات الامنيه قوات مديريه امن قنا على الوضع تماما، وكما قلت فرضت كردون امني على محيط الاشتباكات لمنع تجدد الاشتباك. ومنذ قليل صرحت النيابة العامة يعني بدفن 7 جثث في البداية، ثم صرحت ب يعني 3 جثث أخرى تم دفن يعني 3 منها وسط إجراءات أمنية مشددة يعني لمنع تجدد الاشتباكات ومنع يعني وجود أي تجاوزات. الوضع الآن في
قرية أبو حزام هادئ تماما، وفي الصباح كانت الامتحانات امتحانات الشهادة الإعدادية تجرى يعني بوضع طبيعي ووضع آمن. وكيل الإدارة التعليمية بمركز نجح حمادي صرح أن الامتحانات أديت بشكل طبيعي كما كانت في السابق وبوضع آمن دون وجود أي تجاوزات، وذلك أيضا في وجود قوات أمنية مكثفة بالقرية ومحيط القرية. شكرا لك الزميل صابر سعيد مراسل تلفزيون اليوم السبع في إنا، بشكرك على معلومات والتفاصيل. شكرا لك يا فندم. شكرا لك. يعني خلينا نقول في النهاية إن الثائر عمره ما كان الحل، ما بنجيبش حقنا بالطريقة دي أبدا، في قانون في حكومة نقدر نرجع لها عشان ناخد حقوقنا. ربنا يرحم طبعا العشرة اللي تم قتلهم امبارح، ويعني يا رب السبعة المصابين الآخرين يتم شفائهم على خير. شكرا لكل اللي بيتابعوا تلفزيون يوم السابع، كنت معاكم شروق وجدي، واستنونا في تغطيات مختلفة على مدار الساعة فقط من تلفزيون يوم السابع. شكرا لكم وإلى اللقاء.